يسعد صباحكم من مدينة بروج البلجيكية، مدينة جدا جميلة وتاريخية، الأماكن الجميلة تكون بعيدة عن الزحمة. وصلنا القهوة فيرو، فيرو كافي معناها very good coffee بالإيطالي، مكان جدا جميل. أنا قديم عمره 400 سنة ومهتمين بالتفاصيل اللي هم حاطينها حتى في الشعارات والجداريات. هذا الشيء لاحظته في بروج القوة، عندهم الهوم ميد براونيز يستخدمون ماكينة لامارزوكو الإيطالية. كل محل يكون فيه جلسات خاصة، ودائما يحاولون يكون عندهم حديقة خاصة في الكافي. ومرة ثانية بخصوص التفاصيل البسيطة اللي يستخدمونها في الكافيهات، شوفوا حتى الجدار القديم مستغلينه وحاطين أشياء بسيطة بس تعطي طابع خاص. هذا القهوة حقتي سلو برو كينيا، وحطوا مع الحليب طريقة جدا ظريفة. هذا الفراونيز هو سبيشاليتي حقهم بالإضافة للقهوة، الناس يجونا من بريطانيا بس عشان يجربون هالبراونيز حلوة من حبين الشوكليت. But Belgium is so close, so small. It's better you have one or two in Belgium, and then you go to France, you go to Netherlands. In Bruges. Because of the whole idea of speciality coffee. People in Belgium, they use coffee drinking tea. تم اختيار I love coffee espresso bar كأفضل espresso bar في بروج. الثيم حقتهم قوية والفكرة مرة جميلة والديكورات متميزة، ويستحقون يكونون الأفضل في المنطقة. القهوة الجميلة I love coffee في بروج، مكان جدا مميز مستحق لقب سعودي فودي. صاحب المحل كان يوصل قهوة للكافيات ولا عجب الوضع عندهم، حب يسوي سبيشاليتي كوفي وسوى كل شيء بنفسه. ديكورات البلاط نفسه اللي مركبه، الأثاث هو اللي صانعه ويا خويه، حتى الديكورات هذه اللي تشوفونها بالملاعق. مسوي له ابداعات اسمه كون، هو اللي صار مصدر للهام للمحل، وهو نفسه المالك حق الكافي. هو نفسه اللي كان يوصل القهوة، الحين صار يملك مزرعة البن في كولومبيا وصار يملك المحل هذا. هذا يدلك ان اللي عنده طموح وعنده حلم يهتم بالشغلة يحصل شيء جميل. شوف الديكورات حق المحل، يعني بس كافي اسبريسو يستخدمونها في الديكورات كمقبض لليد، ولهم ساحة خلفية. كان جدا جميل وفعلا مميز في بروج. القهوة حقتهم جدا جدا جميلة، والست اب حق المحل رائع. عندهم منيو مميزة زي الريد اي والبلاك اي، يخلطون في الفلتر كافي مع شوت من اسبريسو، هذا مرة قوي وجديد بالنسبة لي. اسم الاختراعات حقهم زي اللاتين وتيلا وخلطات اللاتين مع مليون نوع، ويكسب شعبية في المنطقة.
من الأشياء الجميلة اللي يجربونها في كل بلجيكا وحتى في هولندا وألمانيا الفرايز حقتهم يسمونها فريتز، هذا أحسن محل. كمية البطاطس مرة كبيرة عندهم، بس هم يعملونها زي الرز، يعني لازم تحط عليها شيء ما تأكلها لحالها. تطلب البطاطس اللي تبغى ويحطون عليها صوص من اختيارك، وعندك هنا أنواع اللحوم والدجاج والأجبان والخضار اللي تحط عليها، وهذه هي بعضها يشونها بعضها باردة يقلونها على حسب اللي تبي. أشهر شيء عندهم هنا البيف ستو والفرايز حقتهم بالصوص اللي يكون من اختيار. تخلص على البطاطس تحط الصوص اللي تبغى. هنا عندهم حوالي 15، اخترت نوع اسمه أندلسية مكس بين الكاتشب وبابريكا. عندهم حتى وجبات أطفال اللي هي الشيكن ناجتس والفيش اند شيبس، فهو يعتبر مطعم حلو للعائلة بعد. طبعا لما تطلب ياخذون من هذاك اللي قدامك ممكن مقلي نص قلية، بعدين يعيدون قلية ويحطونها على الملح. طريقة الطبق النهائي البطاطس أساسية هنا، ونوع اللحم اللي تبغاه أو السمك أو الدجاج، والصوص اللي اخترته. حطت القطار الرئيسية في بروج ولقينا مطعم جميل وجربناه وطلع عندهم سالفة. المطعم اسمه فود فارم، سوى ميكس بين الكلاسيك بيلدينجز البروك بيريود حقت بروج والفارم فود. ما صار له فاتح شهر هنا، وفي فرع في لوفن مدينة ثانية صار له سنة، بس هذا يعتبر الفرع الكبير وأكلهم من المزرعة. عجبني ديكوراته، دخلت أجربه، طلع البرجر حقهم مرة حلو والبطاطس، وضيفوا له الحلى حقهم أساسي. حبيت طريقة المنيو، ويقولون عندهم بعد بيتزا وباستا، ما جربتها صراحة، بس الفكرة حقتهم الأكل طازج يوميا. هذه الحركة اللي عجبتني، مسوين لينك إذا حطيت في الهاشتاج حقهم في السوشيال ميديا على طول صورتك تروح للتلفزيون هذا في المحل.